بنروح لموضوع يمكن منشوفه منتشر بشكل كتير كبير بحياتنا اليومية. منشوف بعض العائلات بيستخدموا أسلوب التخويف والترهيب مع الأطفال، يمكن ليوصلوا لغاية معينة أو باعتقادهم أنه هذا هو أسلوب التربية يلي ممكن مثل ما بنقول نرمين يجيب نتيجة. بس هذا الشيء للأسف هو شيء كتير خاطئ. رح نحكي عن السلبيات الكبيرة يلي بيحملها وكيف نحن بنقدر نتعامل مع الطفل بشكل إيجابي بشكل راقي بدون ما نستخدم هي الأساليب يلي ما أنا محببة للطفل بشكل أساسي. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفتنا المميزة رينا أيوب، استشارية طفولة مبكرة. صباح الخير رينا. صباح الخير، يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني قد ما قالت الام انه انا او الاب اضطريت استخدم وسيلة العنف او حاجوني لاستخدم هاي الوسيلة، دائما العنف بده يولد عنف مثل ما بيقولوا. قبل ما افوت بموضوعنا ذكرت فرح مصطلحين التخويف والترهيب، خلينا نفرق بيناتهم اول شيء. يسعد صباحكم، رح نحكي عن فكره الخوف او شعور الخوف كيف هو فطري بيربى مع الطفل او بيجي جينيا مع الفطر. الخوف له كثير مراحل حمايه للطفل، اول شيء بحسسه بمرحله الخطر، يعني نحن لازم يكون عندنا شعور الخوف موجود بالطفل ونعززه، لكن لتكون هذا الشيء يحميه مو لحتى نحن نعمل له ترهيب او تخويف فيه. شعور الخوف عند الطفل هو مثل ما حكينا فطري، نحن ببرمجتنا بالحياه لازم نعلمه هذا الشيء، انه الخوف نحن بيقينا من المخاطر، نحن ممكن نحس بالخوف باماكن عاليه، نحس بالخوف من اماكن غميقه، نحس بالخوف من اذى معين ممكن يصيبنا. يعني بيساوي الحذر. تمام، خلينا تمام، هو مواجهه للخطر. والخوف المرحله الثانيه اللي هو بحسسك بالخوف انه انت مشان ما تقدمي على هاي الخطوه. هذا الشيء كثير حلو اذا نحن نمنا واحترمنا عند اطفالنا، لكن الشيء اللي بصير شوي، بس يكبروا الاطفال شوي بعمر 9 شهور 8 شهور بصير الطفل يحبي او يصير شوي يخرب، فبتصير الام اكثر الاساليب اللي انه اصحى تعمل هيك لانه بيؤدي لهيك. فورا بنربط الفعل مع المسير مع الاستجابه. هذا الشيء بيعمل للطفل خزين، ببطل يخليه يستكشف، ببطل يخليه يفوت بالمود اللي هو لازم يتعلمه الاستكشاف، والجهاز الحسي بيكون عند الطفل لساته ما اكتمل. عشان هيك بنحس انه بالعمر الصغير عند الطفل اول شيء بينقذ منه او بيصرخ في صوت جرس جديد، خلاط الكهرباء اذا كان عم يشتغل، هاي الاطفال البيبي. ليه؟ لانه جهاز الحسي لساته ما اكتمل، فهن من اي مثير خارجي بيبلش الخوف عندهم يتولد. نحن لازم نحترم هذا الخوف وما نعمل لا بيتعود، لا اتركيه ما عليه شغل الخلاط مرتين ثلاثه لحاله بيتعود، عادي اتركيه ينقذ مرتين ثلاثه بيتعود. هذا الشيء هو اللي عم يعمل عند الخوف عند الطفل، كبت شوي لشعوره، ما عم يقدر يعبر عن الشعور. والشعور الخوف والغضب والفرح هن مشاعر بتربى معنا، لكن اذا كان الى قواعد ثابته، اذا كان الى اليه مبرمجه حسب الواقع اللي نحن عايشين فيه، بنخلق شخصيه متوازنه عند الاطفال. هلا الخوف يلي بيخلق مع الطفل هو شيء كثير مفهوم وشيء مبرر، بس لما نحن بنجي لعند الطفل بنمارس معه يمكن تصرفات للاسف هي تصرفات تخويف وترهيب، وبنحاول بكثير من الاحيان نقمع هي الطفوله. اكبر مثال يمكن نرمي لما نحن بنعمله للطفل هي الحركه اللي كل الاولاد كل الاولاد بيعرفوها، فهي كثير سيئه. خلينا نحكي عن التخويف والترهيب اللي بتوقع، ما بعرف استاذه رينا، انه هو يمكن بعد سنة عند الطفل وقت بيكتمل إدراك الطفل وبيصير واعي للأشياء المحيطة فيه. تماما، الطفل ببلش بيوعى على الايماءات الخارجيه اللي بتصدرها احد من افراد العائله. هذا الشيء بيعطيه قله امان مع العائله نفسها، لانه هو بصير في عنده خوف انه بايماء معين تصرفته الام او الاب او احد الاقران الاكبر منه او الاصغر منه رح يؤدي لقتل ممكن او لعقاب معين ممكن، حتى لو كان هذا العقاب ايجابي هو رح ياثر فيه سلبا، لانه بلحظه معينه هو من خوفه من الاشياء او للاشياء تصرف هذا التصرف. بدنا نكون شوي حذرين مع الاطفال، خصوصا مثل ما تفضلتي حضرتك من عمر السنه لعمر 8 سنين، بهي المرحله هي مرحله استكشاف ووعي وادراك للطفل. بدهم يخافوا من الاشياء يلي ممكن يجربوها، نحن بنزيد عليهم هذا الشيء انه اذا تصرف اي تصرف خطا نحن بنزيد الخوف عليهم بدل ما نعطيهم شعور بالامان. نحن كبار هلا تخيلي حدا يخوفك يزرع لك شعور بالخوف انه انا بدي اخطف لك ابنك او انا بدي اذيكي او انا بدي اعاقبك بامر معين بمجال عملك. ونحن كبار بلحظه معينه ما فينا ننام، رح نتوتر، رح يصير عندنا اصفرار ممكن تمام. بالوجه، رح يصير عندنا خفقان بالقلب بشكل متسرع، رح يصير عندنا صداع، الاطفال ممكن يتعرضوا لتبول ليلي، الاطفال ممكن يتعرضوا
يا الخجل والانطواء او تمام برافو عليك او حبس الكلاميه اللي نحن بنحكي انه نحن كاخصائيه نطق كثير بيجينا اطفال انه بالاحوال العاديه هن عم بيترغلوا يعني عم يحكوا المفردات والاصوات والحروف كثير طبيعيه بوجود احد الاهل من الاهل او بوجود الاقارب الكبار بتحس الطفل بلش يحبس الكلام هو بده يعبر عن طريقه معينه عن 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 موقف معين رغم انه بيكون الموقف كثير طبيعي والموقف من مواقف الحياه لكن بتحسي عنده هاي الحبسه اذا بدنا نرجع نحن لتاريخ الطفل او للشيء المضى على الطفل رح نقول انه في فتره معينه الطفل كان خايف فيها كثير ما قدر يعبر ما قدر يصرخ ما قدر يبدي رايه باي امر معين ممكن يكون هذا الخوف نتيجه ظروف معينه ممكن نتيجه صوت معين سمعه خاف ما قدر وعيه يستوعب لحتى صار عنده هذا الخوف من اللي حواليه بنرجع بنحكي انه الطفل بعمر السنه لعمر 8 سنين اوكي هو بده يخاف نحن الاصح كاهالي نحترم هذا الخوف ما نقلل من اهميته ما نقلل من شأنه وما نستخف فيه لا تخاف ما في داعي تخاف لا ما بصير تخاف هاي المفردات هي بتزرع الخوف اكثر عند الطفل لانه شعور الخوف موجود مثل شعور الفرح ليه باللحظه اللي بيفرح فيها الطفل كلنا بنفرح معه وباللحظه اللي بيخاف فيها الطفل نحن عندنا جانبين يا بنستخف بهذا الخوف مشان نحسسه انه انت كبير وواعي وما لازم تخاف يا بنفوت معه بالخوف وبنقعد وبنرهبه من ايش فات لانك عملت كذا صار معك كذا يعني فوق الخوف نحن بنعطيه شعور بتانيب الضمير وشعور بالخوف اللي بده يصير لبعدين هذا الشيء مسيء فعلا للطفل اكيد كثير بياثر على نفسيته ومنوصل لعمر بسن بعد 8 سنين بسن المراهقه الاطفال ببلشوا ممكن يكذبوا لانهم بخافوا ما يحكوا الصدق الاطفال ممكن يبلشوا يفوتوا بمشاكل شوي ما لها علاقه بالوعي والادراك لانه هن بالاصل خايفين من الواقع نحن عم نحاول نجردهم من الواقع ونحاول نضغط عليهم شعور قله امان او ترهيب بدنا نحاول كثير نكون داريانين بالمشكلة اللي عم بخاف منها الطفل نحاورها نمشي معه نحط له خطوات أنا وياه نضلنا نحكي بالمشكلة اللي عم بتخوفه لأنا ابني شخصية كتير هيك ناضجه بالمستقبل كلنا بنخاف وكلنا أطفالنا بيتعرضوا بعمر معين لمراحل فيها خوف وفيها ترهيب وفيها سهر وفيها اضطراب ممكن يكون نفسي أو بيولوجي أو فيزيولوجية جسد بتضطرب معين بمكان معين فبصير في خوف بعمر المراهقة الأطفال كلها عنا كانوا الصبيان أو البنات بتعرضوا لمواقف هاي المواقف ممكن حادثة تصير معهم تعمل لهم أثر كتير نفسي كبير ممكن غلط صغير ممكن يقترفوه من كتر ما منكبر المشكلة ومنعمل لها ترهيب بصير في عندها ردة فعل كتير كبيرة للأيام أنا بخبرهم للأهالي إنه الخوف إذا ما تحاورنا فيه بيضل الخوف خوف يعني المشكلة اللي بدها تصير صارت أوكي والخوف اللي بده يصير مضى عليه مجرد ما الطفل بعمر المراهقة مرق بمشكلة ممكن سيارة ضربة سكين أي حادثة ممكن يتعرض للطفل خصوصا أنه بهذا العمر هني صغار وشايفين الدنيا لسه بمنظور وكتير واسع وعم يكبروا تمام ومندفعين برافو عليك فأنا لازم اقعد مع هذا الطفل وضلني عم بحكي بالموضوع غلط انه يقولوا لا تحكي قدامه مشان ما يتذكر هو ما نسي هذا شعور هذا شعور بالخوف ما بينتسى ابدا هذا بضله عامل ندبه هاي الندبه بتضلها معه ليكبر اذا نحن ما قدرنا نعالجها كيف بدنا نعالجه بدنا نحط له الخطوات بالحوار دائما احكي عنها اوكي تعرضنا لمشكلة ونحلت ما احكي الابعاد يلي ما صارت لو نحن ما حليناها كان ممكن يصير هيك ما هي انحلت ليش لأعمل له ترهيب فوق الخوف يلي هو صابه وبعمر المراهقة شعور الخوف عند الطفل أو الطفل كتير عظيم وكتير كبير وبيعمل له كتير أثر نفسي لبعدين فالمشكلة صارت ومشي حالها والمشكلة انحلت بغض النظر كان فيها خسائر أو ما كان الخسائر الأكبر اللي بتصير إذا نحن بنضلنا نحكي بهاي الطريقة طيب رينا خلينا نحكي بأساليب التربية الحديثة شو الرادع اللي ممكن يكون أو يتبعوه الأهل أهم شيء مثل ما بنحكي الحوار الطفل يلي ما بتناقشي ما بتحاوري ما بتعطي شوي من وقتك قد ما عملت أساليب ترهيب وخوف بعمر معين هدول بيعتادن مثل الأكل والشرب عادي بدها تضربني عادي بدها تحرمني عادي فبصير الموضوع اعتياد لإلهم لكن كل ما أنت حاورتيهم كل ما خجلتيهم كل ما وعيوا كل ما خجلوا من الكلمة لأنك أنت عملتي قيمة لهذا الحوار وعملتي قيمة لهاي الكلمة أعطيتي من وقتك
جزء كتير كبير لحتى تحاوريهم، لحتى تفهمي مشاكلهم. وأهم شيء مثل ما حكينا موضوع شعور الخوف بس يصير عند الطفل أو الطفلة، أهم شعور عند الأم ما تجي عاطفتك كتير معه وتخافي معه، لأنه هذا الشيء كتير بنشوفه مع حاليا كل الأهالي بتجيب طفل أو طفلين، فمو الطفل اللي بخاف، الأم اللي بتصفر من أي موقف والأم اللي بتكبر المشكلة أو الطفل الأب، فبصير الطفل هو خايف كان من الشعور اللي جواته، بصير في عنده خوف من الشعور الخارجي إنه شبهن، إنه دائما نحن بنحتاج أمان، دائما نحن بنحتاج سند يحمينا، نحن حتى نحن كأمهات بنحتاج سند، فكيف هذا الطفل يلي أنت شايفك أنت وأبوه أنتوا القدوة أو أنتوا السند لإله، إذا رح يحس بلحظة معينة أنتوا خايفين من تصرف معين، من مشكلة معينة صارت معه بحياته، هذا الشيء هو اللي رح يعمل له مشكلة وعقدة مع الأيام. تمام، خلينا نحكي معناتها رينا إنه المستقبل دائما بيكون مرتبط بطريقة الطفولة كيف كانت، فإذا هي طفولة إيجابية وطفولة بناءة رح يكون الشخص كتير حدا ناجح وواثق من نفسه. اليوم لما بنبلش بترهيب الطفل من هو وصغير قدي هذا الشيء بيأثر على مستقبله بكل النواحي، على ثقته بنفسه وبالوسط المحيط. رح نحكي عن الظروف اللي نحن عايشين فيها كونه نحن سوريات، خلينا نحافظ على هدول الأطفال يلي ربيوا بوضع أو بزمن كان في شوية خوف منينا باللا شعور، ممكن كنا خفنا من ظواهر خارجية جغرافية كانت تصير خارج إطار أسرتنا، كنا نخاف من أشياء كانوا ممكن يعملوها الأكبر منينا، هذا الخوف شعور نحن ككبار انعكس على أطفالنا. طب لأنا هذا الطفل بعمر معين بعد 10 سنين نحن مرقنا بصعوبات كتير وبترهيب كتير وبخوف كتير مرق على كل أسرة سورية، طب أنا كيف بدي طالع طفل متوازن بالمراهقة كونه بهاي ال10 سنين هو مر فيهم وصل لعمر بلش يفوت ممكن بالمراهقة أو هلق عم يراهق، أو هو بالأصل عمره كان 4-5 سنين بعد 10 سنين صار هو طفل يعتبر بدي يفوت بالنضج. أنا أهم شيء ما أحكي قدامه الأشياء يلي مضت، أوكي اللي مضى مضى، يلي صار صار، واللي مات مات، واللي عاش عاش، هاي واقع، هذا مسار حياة، هذا المرسى الأمان للطفل. أنا مجرد ما أنا أزرع له الأمان، ماما اللي بده يصير صار واللي بده يصير لبعدين نحن متقبلينه شو ما كان يكون، لكن بدنا نتقبله بطاقة حلوة، بروح مريحة، بعقلية متزنة وبشخصية بناءة تصدر منينا حتى لو شو ما كان في شعور تجاهنا، لأنه هذا الشيء ما فينا نطلع منه، أطفالنا واقعين فيه، بخافوا أحيانا من ضربة، أحيانا بخافوا من صوت شوي عالي، بحس برمجتهم القديمة أو عقلهم اللاوعي العتمة ممكن تعمل لهم، تمام، ومن العتمة بتعملنا خوف، ونحن للأسف حياتنا صارت 3/4 بسبب الأوضاع اللي نحن عم نمر فيها. تمام، طب أنا طالما طفلي بخاف من العتمة ليش لازيد هذا الشعور؟ أوكي تعال نلعب لعبة العتمة، من هو صغير، من هو الطفل صغير بعده عمره 2-3 سنين، لكل الأمهات يلي هلق أطفالهم بهذا العمر ما نحاول نضلنا نتذمر من الوضع، أوكي نحاول نكون كتير مسالمين من شانهم مو من شاننا، نحن هالقطار مشي علينا وانتهينا وقدرنا نكون متوازنين فيه، لكن هذا الطفل شو ما عم يسمعك عم يربى شعور جواته، هذا الشعور بده وقت كتير لا يطلع، بخاف من العتمة بلعب معه دمى، بلعب معه ظل، بجيب قد ما يمكن ما في شمعة قداحة بضويها هيك على جدران معينة بالمنزل خلينا نلحقها بالنظر، شوي شوي بيعتاد على العتمة فبطل بخاف منها. نفس الشيء للأصوات العالية، نفس الشيء لأي حدا غريب، الأطفال كتير بخافوا من الغرباء بسبب الأوضاع، أنه نحن أولادنا كتير صرنا بالبيت، ما بنطلع كتير، ما بنروح حدائق كتير، دائما الحياة الأسرية صارت شوي مقيدة بسبب عمل الأب والأم، بنحاول نواجههم مع الغرباء، يحكوا معهم، يتعاملوا معهم لحتى يكونوا في الشخصية بناءة. أكيد، يعني بتوقع أنه كان الكلام والشرح كتير وافي، بنتمنى أسلوب الترهيب والتخويف يختفي، مو يخف، يختفي من مجتمعاتنا، وحلو نقرب من أولادنا ونكون أصدقائهم بفترة كتير مهمة من فترة حياتهم سواء الطفولة أو حتى المراهقة. شكرا كتير لإلك رينا لكل المعلومات، يعطيكم العافية. شكرا كتير إلك رينا ولكل المعلومات اللي قدمتنا. شكرا كتير لإلكم، يعطيكم العافية.